في حكاية معتقل تزمنمرت الرهيب بحكايته المرهبة وشدة بأسه في ذاك الفضاء المهجور على كل أنواع الموت والاحتمالات، كان لابد من يد إنسانية تنتشل المعتقلين من عذاباتهم بحضور جلادين غلاظ ومدير متغطرس. كان هناك كانت هناك قلوب حراس تنزف دما وتقدم المساعدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وهنا سيظهر الحارسان محمد خربوش ومحمد شربودي. من يكون هذين الحارسين؟ ولماذا قدما على إنجاز هذه المغامرة الصعبة والمحفوفة بالمخاطر؟ ولماذا تمت تسميتهم بملائكة جحيم تزمنمرت؟ كان أول اتصال مع المعتقلين عبر الحارس محمد خربوش في شتنبر 1973 مع معتقلي تزمنمرت، وكان لقاء ثانيا في غضون شهر أكتوبر، ثم لقاء ثالثا في نفس السنة. لكن للأسف الشديد انكشف أمره بسرعة، وعلم المسؤولون أنه تم ربط الاتصال بينه وبين عائلات السجناء وتمت معاقبته بشدة. لكن من الممكن أن يكون أحد الحراس هو الذي وشى بمحمد خربوش، فتعرضت له الشرطة العسكرية في محطة الريش بعد عودته من سوق الأربعة حيث تقطن أسرته هناك، وبمجرد نزوله من الحافلة ألقي عليه القبض. لكن في الاستنطاق ظل ينكر جملة وتفصيلا، آنذاك كانت بحوزته رسالة مع صورتين لأبناء صالح حشاد سلمتها له عايدة حشاد ليمدها لزوجها صالح حشاد، لكن من حسن الحظ لم يعثر عليها المحققون، ولو تم ذلك لكانت بمثابة الدليل القاطع لتورطه. كيف ذلك؟ لم يعثر المحققون على تلك الرسالة بفضل شهامة وشجاعة حارس آخر تكلف بتفتيشه، عثر عليها بحوزته فأخفاها ولم يكشف الأمر لرؤسائه، وظل متحفظا بها لمدة 5 سنوات. لكن رغم الإنكار اعتقل محمد خربوش واحتجز بتزمنمرت بجوار المعتقلون لمدة 6 أشهر وفي نفس الظروف والوضع السيء، وبعد ذلك أطلق سراحه وأحيل على التقاعد قبل الأوان. بدأت علاقة الحراس تتغير بتعامل بعض الحراس، ولانت سلوكاتهم في سجن تزمنمرت الرهيب، وبدأت تظهر فيهم الحس الإنساني والإرادة في مد يد العون للمعتقلين، حتى استطاع صالح حشاد استقطاب ابن منطقته بنواحي بني ملال المساعد أول الحارس محمد شربودي، كما تمكن النقيب الكبير من كسب المساعد أول مزيان، وبعده نال تعاطف حارسا كان يشتغل في ضيعة والده بنواحي فاس. لن ينسى المعتقلون كيف كان محمد شربودي يخاطر ويتعمد ترك أبواب بعض الزنازل دون إقفالها بشكل متناوب ليفسح المجال لأصحابها للتحرر من فضاعاتها والتواصل مع أصدقائهم في غياب الحراس، شريطة أن يعودوا إلى حجراتهم المظلمة ورد القفل عليها قبل عودتهم حتى لا ينكشف، ومن ثم تتحرك فيهم العاطفة ويشفق لحالهم في هذه المؤامرة الإنسانية. إعادة أحياء العلاقة مع بعض الحراس أدت إلى تمكن الطيار صالح حشاد من تجديد التواصل مع عائلته بعدما أرسل إليها رسائل كانت مرفقة برسائل بعض المعتقلين عن طريق ملاك تزمنمرت محمد شربودي، وهي ثالث عملية تتواصل بعد الأولى والتي كانت في الأسبوع الأول من المجيء إلى المعتقل السيء الذكر، والثانية التي انكشف فيها
انكشف فيها أمر محمد خربوش بسبب وشاية بن دريس لمدير المعتقل الذي دبر له كمينا في مدينة الريش، وأخبر الحراس فيما بعد بأنهم هنا موجودون للموت. شكل محمد الشربوضي حالة استثناء، الخيط العنكبوتي الرفيع والذي كرس التواصل بين ضيوف جحيم تزممارت وذويهم حسب الظروف والفجوات، فكان أحيانا كثيرة يأتي في الصباح ويرجع حال القيام بالمهمة. وللحقيقة والتاريخ بفضله تمكن ضيوف تزممارت من ميلاد جديد، وهذا الرجل يرجع إليه الفضل في بقاء الكثير من نزلاء حي ألف في حين هلك أغلب حي باء، والذين لم يتمكن أي منهم من الاتصال مع ذويهم، حيث لم ينجو من حي باء إلا 8 معتقلين، الإخوان بوركات وأربعة عسكريين. محمد الشربوضي كان يزود المعتقلين بالأدوية والمقويات وبعض الحاجيات الأخرى، ويأتين بأخبارهم وطلباتهم لتلبيتها، ودوره هنا كان من الأسباب الجوهرية، وكان أساسيا مكن المعتقلين من تجديد قواهم المتهالكة للتصدي لليأس ومواجهة الموت البطيء والممنهج، وبالتالي فتح أبوابا موصدة وفتح بصيص أمل وحتم عليهم التشبث بالحياة، تشبثا كانت تعاكسه كل الظروف السائدة بفضاء تزممارت، إلى أن دقت أجراس الفرج والفرح. وبالرغم من الصعوبة الجامة على جميع الأصعدة، المراقبة الشديدة، سيادة الرعب والترهيب، الشك السائد، فقدان الثقة، وعدم توفر وسائل النقل بين الريش والقنيطرة، تحمل محمد شربودي كل هذا وظل يساعد ضيوف جحيم تزممارت وحافظ على التواصل بينهم وبين ذويهم. كان يأتي في الصباح ويعود في المساء رغم طول المسافة ومشقة السفر. إنما حصل في جحيم تزممارت من شرور وآثام وآلام وتجاوزات وعذاب وانتهاكات جسيمة وأهوال وجرائم وفظاعات على امتداد أكثر من 18 عاما، يتجاوز بكثير ما يمكن أن يتصوره العقل البشري. إن جحيم تزممارت كان يقتل المرء ليس مرة واحدة ولكن عدة مرات، كان يقتله في كل يوم وفي كل لحظة وحين. تزممارت كان الفضاء الذي يتكرر فيه الموت إلى ما لا نهاية، لذلك كان تزممارت فضاء الموت البطيء والممنهج، إنه آكل البشر بامتياز، ومع ذلك كانت هناك أياد للرحمة تسللت إلى هذا المعتقل الرهيب. كان معكم عبد الله الساورة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.